النهارده معانا اخبار كتيره، في ابطال بيحققوا انجازات، بيحققوا كل حاجات بره، بيحققوها بره كره القدم، واكيد فرحانين بفريق كره القدم ما شاء الله علينا، نتمنى له ان شاء الله في المرحله الجايه التوفيق باذن الله. خلينا نبدا اخبارنا ونبارك لمنتخب ناشئات اليد بفوزه ببطوله افريقيا، وبطوله مهمه، بطوله كبيره. فاز منتخب ناشئات اليد، فازوا في مواليد 2002 في النيجر، فازوا ببطوله افريقيا بعد ما كسبوا ست فرق ما شاء الله عليهم، كسبوا النيجر وغينيا والجزائر والكونغو الديمقراطيه وانجولا، وفي اخر مباراه كانت تحصيل حاصل او بنتيجه على ماتش تونس وانتهى عفوا. وفعلا ما شاء الله عليهم قدروا يكسبوا بطوله مهمه وتاهلوا لبطوله العالم في رومانيا. المنتخب بيضم 7 لاعبات من النادي الاهلي، هم ساره يحيى، رحمه، محمد عبد السلام، روان سعيد، سلمى ياسر، وهنا لاشين، منه الله سيد، وياسمين جمال. لهم الف مبروك لمنتخب سيدات اليد، بيمرن الفريق الكابتن رامي عبد اللطيف. بنبارك لاتحاد اليد وبنبارك لمنتخب ناشئات اليد ما شاء الله عليهم، اللي هم قدروا يتاهلوا لبطوله العالم 2020 في رومانيا. هنقول للاتحاد مبروك، لكن هنروح لفريق كرة اليد في النادي الأهلي. فريق اليد في النادي الأهلي ما شاء الله بدأوا 5 مباريات، لسه في إصابات، لسه في كلام، لسه لعيبة ما تولفتش على بعض، الكلام صراحة شديد.